كده مرور سريع على الأوضاع في إسكندرية، هل حضراتكم عندكم إجراءات مختلفة وإحنا بنعدي كده على المحافظات الساحلية ونشوف مدى التزام الناس والإجراءات المتخذة عندكم يا فندم؟ إيه الأخبار؟ لا إحنا طبعا عندنا ساحل البحر الأحمر بصفة عامة ساحل كبير، يعني حوالي 1080 كيلو، ولكن المناطق اللي ستتكلم عليها اللي هي المناطق الشاطئ العامة محدودة جدا داخل نطاق يعني سواء مدينة الغردقة أو المدن الأخرى. وامبارح يعني كان في تجاوزات طفيفة جدا من بعض المواطنين، يعني نزلوا اتمشوا ونزلوا شوية منهم على الشاطئ، لكن مجرد ما يعني تنبأ عليهم بعدم يعني قيام بذلك الناس امتثلت وما كانش في أي مشكلة. طب هل في فندم إجراءات حضراتكم بدأتوا تاخدوها لما لقيتوا الأوضاع كده بدأ يكون فيها نوع من عدم الالتزام من جانب الناس في عدد من المحافظات؟ لا يعني الدنيا مستقرة جدا. لا الدنيا مستقرة. وشاطئ احنا الشاطئ اللي عندنا هو اسمه شاطئ 4، وشاطئ 4 دوت هو طوله كله يعني حوالي 700 متر وفي هو اصلا بيبقى في مجموعه من الكافيتريات، فالكافيتريات مغلقه بشكل عام. برضه مجموعه من الشباب الصغير نزل عام شويه في البحر، يعني ما كانش في يعني تجمع ناس بالمعنى اللي هو التجمع، مجرد ما الناس نبهت عليهم او الاخوه في وزاره التخليه قالوا لهم لا اتفضلوا يا جماعه امشوا، الناس مشيت يعني. فما كانش في عندنا احنا الحقيقه في على سواء على مستوى الغردقه او على مستوى البحر الاحمر اي نوع من انواع التجاوز في هذا الموضوع يعني. تمام. طب بعد يا فندم القرارات الاخيره والمستجدات، ماذا عن وضعيه الفنادق والقرى السياحيه ومن تبقى من السياح الموجودين في محافظه البحر الاحمر؟ احنا متبقي حوالي 300 سائح، واخر فوق بيغادر ان شاء الله هيبقى الاربع القادم اللي هو 21. احنا بدأنا فعلا عمليات بعد المغادرة، بدأت يعني اصحاب الفنادق نفسهم بدأوا عمليات التطهير، ده بالنسبة للافواج اللي فات عليها اكثر من 15 يوم. احنا المجموعة اللي بتطلع بننتظر على العاملين فيها لمدة 14 يوم اللي هي الفترة الوقائية، وبعد كده بيسمح لهم بالمغادرة، بعد كده بتبتدي عمليات التعقيم. العملية بقت ماشية طبعا بسيستم معين، يمكن 70 أو 80% خلاص يمكن من الفنادق أو أكتر تم عمليات تعقيمها وغلقها بالكامل. متبقي زي ما بقول لسيادتك من 300 سائح تقريبا يعني. تمام. هو ده العدد المتبقي، وده هيغادر إن شاء الله 1 أبريل بإذن الله يا فندم. كل التوفيق سيادة المحافظ عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشكرك يا فندم، ألف شكر.